انا هنا شايفه ما شاء الله انت ما سبتش يمكن عالم الاعلام اللي نعرفهم عن هذه المرحله غير ومتكلم عنه، شجره الدر، قطر الندى، عصر الجواري. بس انا يمكن عايزه ابدا بشجره الدر، وبعدين حضرتك بتحط السم في العسل. بمعنى ايه؟ انا اكتب اللي انا عاوزه، او مش اللي انا عاوزه، اكتب التصحيح للمعلومه بشكل ساخر فهيمر اسهل، صح؟ يعني كلمني طبعا عن وجهه نظرك في الست شجره الدر اللي انت كما وصفتها الست المصريه الاصيله. خليني برضه اقول لك، ما فيش حاجه اسمها ايه ما هوش مصري. اللي جه مصر وقعد في مصر، مصر فيه حاجه عجيبه جدا بالظبط، يعني خلاص بقى اتعجن فيه، بتخليه مصري. انا قصدي يعني الاصول بيتعجن بيبقى مصري. نابليون غيرناه، كله بيجي مصري، يعني كله بيجي زي ما تقولي بيدخل من باب يخرج يبقى مصري. قصه صحيح. تانية خالص، مصر حكايه كبيره. يعني شجره الدر بقى تحديدا ست حلوه قوي، جميله جدا، ارمينيه وكده، واعجب بيها السلطان واتجوزها. فهي ست جميله وحلوه زي اي حد ممكن تحصل له قصه يعني. جمالها بقى وقوتها في ايه؟ ان لما زوجها مات في يعني او كان في توقيت اللي هو النزع الاخير، كان الصليبيين موجودين في منطقه دمياط، دخلوا خدوا دمياط بالفعل. وهي راحت مع جوزها عشان خاطر يقابلوا الجيش الصليبي في المنصوره. الراجل مات في التوقيت ده. الست المصريه الجدعه بقى عملت ايه؟ لان هي بقى ست مصريه جدعه في التوقيت ده، اخفت خبر موت الزوج تماما وقادت الحرب بنفسها لانها شخصيه قويه. وبالمناسبه المصريات شخصيتهم قويه قوي، صحيح. والست المصريه دي عمود الخيمه بتاع اي بيت، مش الراجل. يعني مع كافه احترام للرجاله وكل حاجه، هو الراجل. انا بقول دايما هي المخ وهو العضلات. ده هي عضلات برضو كمان، لان انت بتلاقي انا ست قلت لها كده، بس انت بتلاقي هي ست المخ والعضلات، يعني جوزها مات هي عامله فيها بس كده مع اولادها وهي الست قامت وعملت كل حاجه. انا امي كده، امي الله يرحمه ماتوا سبعه عندها 38 سنه، قامت بكل حاجه، تمام، ست وراجل وكل حاجه. يعني لا، الست المصريه دي تقدر، ده اعجاز. انا مش عارف دي معموله ازاي، او معموله من ايه، من ايام ايزيس واوزيريس الله ينور، لما جمعت الجثمان بتاعه عشان يطلع. فهو جين برضه، واللي بيجي في البلد بيخش البلد دي بيكتسب نفس هذا الجين برضه. فبالتالي شجره الدر في التوقيت العصيب جدا ده قادت الحرب وانتصرت، ولما انتصرت زيها زي اي زوجه مصريه، كان عندها ابن ومات اللي هو خليل، لذلك اسمها عصمة الدنيا والدين ام خليل. فكان طفل ومات، فبعتت تجيب ابن الزوج عشان يحكم اللي هو توران شاه. لما جاء توران شاه للاسف الشديد يعني انقلب عليها، وانقلب على المماليك اللي انتصروا. فبالتالي المماليك قتلوه. فبدوا عايزين يختاروا حد يحكم. لقوه شخصيتها الشديده وقوتها كست، قرروا ان هي تبقى هي الحاكم. يعني تخيلي هي اقوى من بيبرس واقطاي وكل الناس دي، الست دي كانت اقوى منهم، لانهم ما حدش يوم قال لك دي واحده ست وانا هبقى الحاكم. كلهم اجمعوا انها تبقى السلطانه تحت قيادتها يكون واصبحت هي السلطانه شجره الدر. 80 يوم سلطانه، لغايه ما الخليفه العباسي بعت قال لهم لا، لو ما عندكوش حد يحكم نبعت لكم بقى. فقررت تتجوزوا برده بشروط المراه المصريه وبقوتها، اختارت اضعف حد عشان يبقى هو ده الزوج. ولما اخترت اضعف حد، الاضعف حد قرر ينحيها جانبا، وبدات تحصل بقى الايه المشكله، انها مش حابه المساله دي وبتاع. هي تتامر عليه وهو يتامر عليها، لغايه ما المماليك قتلوه، لانه برضه ضعيف، ما مش هيسمعوا ان اضعف واحد فيهم هو اللي يحكم. فحصل بقى اللقاء الزوجي الصارخ بقى، اللي هو يعني شجره الدر وضرتها ومعاونتها. يعني الـ يعني والابائيب بالابائيب، موقع الشهيره، موقع الابائيب للاسف الشديد. يعني انتقام المراه، المراه بعض الصعب، انما موضوع الابائيب ده كان بجد وحقيقي. دكتور، ام علي، ام علي قررت انها تنتقم من ام خليل. ايوه، فتقابلوا مع بعض، جابت لها ستات من بره بقى، من الستات الجامدين دول، واحنا بناكل ام علي في الاخر. بالظبط، ام علي دي اتعملت لما هي قتلت شجره الدر ورمت جثتها، عملت ده احتفالا بالقصه دي، وقررت ان محدش ياخد الجثمان بتاعها ينقله يحطه في مكان تاني او ان هم يدفنوه. يا ساتر على الانتقام، جبروت الغيره. سابته لمده يومين، لكن الشعب، حد من يعني من مش معروف حتى مين من الشعب، راح بالليل
وخد الجثمان وراح دفنه، لان احنا يعني في حرمه للموت. كرامه ميت دفن. انا في المتحفظ متدين ابن البدوي وابن اياس صلعت نفس الحد ده يعني، انا قمت بالدور ده.